السلام عليكم لي زامي لا فامي، نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم طريقه تحضير ديال البيصره، الطريقه الشماليه 100% صحيحه ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. وكيف كتعرفوا احنا عندنا هنا واحد البرد قاصح بزاف، وصراحه كتنفع البيصره وصحيه بزاف، واخا الانسان يعملها غير مره في السيمانه مزيانه. ندوزو للمقادير اللي غنستعمل فيها على بركه الله. عندي هنا جلبانه والفول، يعني انا نقيتهم مزيان قبل، يعني كيكون فيهم الحجار ويكون فيهم شي حاجه. عندي 250 غرام ديال الفول، 250 غرام ديال الجلبانه، 5 ديال الفصوص التوم، ومغرفه صغيره ديال الملح، ويتر ونص ديال الماء اللي غادي تطيب فيها. انا غادي نعملها في الكوكوت باش تطيب لي دغيا، وكيبقى اختياري بغيت تعملوها في الكوكوت بغيت يعني تطيبوها بلا ما تشدوا عليها، كتحنيو لها العافيه وكتخليوها تطيب على خاطره. هنا من بعد ما نقيت جلبانه والفول غسلتهم مزيان وخليتهم في زلافه، يعني زلافه بالماء، وخليتهم يرطبوا شويش، ودوست باش نقي التوم. صراحه الانسان واخا يعمل غير مره في السيمانه، مره البيصاره مره العدس، يعني القطاني حتى هي صحيه، ويعني مع هذا البرد كتنفع بزاف. احنا عندنا البرد صعيب بالنسبه، يعني بالنسبه للمغرب البرد ديالنا قاصح بزاف. هنايا غسلت الجلبانه والفول وعملتهم في الشبكه يسقطرو، باش الا كانت فيهم شي حاجه كتدوس، وصافي. وغادي نعملوهم في الطنجره. دابا البنات غنزيد هاد التومه اللي عندي، 5 ديال الفصوص ديال التوم، وغنزيد لها الماء ومغرفه ديال الملح، صافي. وغنشد عليها ونخليها تطيب. المده ديال باش تطيب كنخليها واحد 35 دقيقه على نار متوسطه، باش الا جهدتو ولا العافيه غادي تحرق، تشرب الماء دغيا وغادي تحرق وما غاديش يطيب مزيان، صافي. ومن بعد حتى كتوجد عاد ديك الساعه كندوزو كنطحنوها. دابا البنات غادي نطحنها. كيف كتشوفوا خاصني نطحنها مزيان. من بعد كتشوفها واش ثقيله ولا خفيفه، يعني على حسب كيفاش بغيتيها. انا كنبغيها على هذا الشكل هيدا، ماشي خفيفه ماشي ثقيله. الا جاتكم ثقيله تقدروا تزيدوا لها شويه ديال الماء وصافي. ومن بعد كنزيد لها شويه ديال الزيت بلديه، وكنرجعها واحد 10 دقائق فوق البوطه تغلى، صافي. ومن بعد كنقدموها.
وهذا هو الشكل النهائي ديال التقديم. كتجي البنات اللذيذة اللذيذة رائعة صراحة، هي صحية والله إلا كتنفع في هذا البرد، ونتمنى تجربوها وتعجبكم إن شاء الله. أنا قدمت مع الزيتون والحار. الحار جبته لصديقة ديالي من تونس، كتعرفوا تونس معروفة بالحار بالهريسة، والزيتون جاني من المغرب حتى هو تبارك الله ما شاء الله غزال جديد جديد. وبصحة والراحة، نتمنى من الله تجربوها، واللي كيشوف القناة ديالي أول مرة يشترك ويضغط على زر الجرس باش يتوصل دائما بالجديد ديالي، ولايك ما تنسوش لايك، وخليوا لي التعليق ديالكم حتى هي كتفرحني بزاف. و اش نقول لكم، نتمنى تزيدوا تشجعوني اكثر واكثر من هيدا باش نزيد نعطي دائما اكثر، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. تبقاو على خير.